الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الأعز الأكرم. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأهل الكرام، أيها الأهل الأحباب، هذه هي الجمعة الثالثة على التوالي، ونحن نتغيب عن مساجدنا لعذر ألم بنا، وإننا ونحن نعيش في هذا الواقع الذي ألمه وضرره جسيم علينا جميعاً، إلا أنه لا بد أن نستقرئ الجوانب والرسائل الإيمانية والتربوية والاجتماعية من وراء أزمة كورونا. نعم أيها الأهل، لقد أكدت أزمة كورونا عظمة الإسلام وواقعيته، أثبتت وأكدت أزمة كورونا أن الإسلام ليس مجرد نظريات وليس مجرد قيم خيالية، وإنما الإسلام شريعة وحياة. الإسلام إيمان وعلم، الإسلام نظرية وتطبيق، الإسلام يجمع بين النقل وبين العقل، الإسلام يجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب. هذه المعاني وهذه الرسائل تجلت بشكل واضح وبشكل جلي لما أن جاء أهل العلم الثقات، لما أن جاء المختصون، لما أن جاء الأطباء والطبيبات وأكدوا أنه يخشى أن يكون هنالك عدوى أو أن يكون هنالك أذى، وإذ بجميع دور الإفتاء والمجامع الفقهية المحلية والعالمية تقول يجب التزام القرار العلمي واحترام قرار أهل العلم. هكذا هو الإسلام يأمر أتباعه ويأمر أبناءه
باحترام العلم وأهل العلم وأهل التخصص. لقد أكدت أزمة كورونا أنه يستحيل أن يكون هنالك تعارض بين الشريعة وبين العلم المعاصر الحديث، فالإسلام والعلم متلازمان، هنالك علاقة طردية متلازمة بين الإسلام وبين العلم والواقع يؤكد ذلك. الواقع يؤكد ذلك أننا لا نشعر بانفصام ولو بانفصام يسير بين أحكامنا الشرعية وبين القرارات الطبية. هذه الرسالة الأولى التي نستشفها ونستنبطها من أزمة كورونا. أما الرسالة الثانية فهي سهولة ومرونة وسماحة الإسلام. الإسلام ليس متشددا ومتعنتا، وليس جامدا، وليس كتلة واحدة، ولكن الإسلام ينظر إلى ضروريات الواقع، ينظر إلى نوازل الواقع، ينظر إلى حاجيات الواقع، ينظر إلى المستجدات ويعالج الواقع ولا يصادمه. يستحيل أن يصادم الإسلام الواقع، لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتهذيب الواقع وجاءت لتيسير وتسهيل معاملات وحياة الناس على أرض الواقع. فالشريعة الإسلامية ليحيا الناس جميعا بأمن وأمان ورخاء وطمأنينة وسعادة وراحة وعافية. ما أجمله من دين، ما أعظمه من دين، لله دره من دين. فحق لنا معشر المسلمين أن نحمد الله تعالى على هذا الدين العظيم، على هذا الدين السمح الميسر الذي أكد القرآن الكريم على هذه المبادئ قبل أن تقع الحاجة، وقبل أن تقع الضرورة، وقبل أن تقع أزمة كورونا. الإسلام وضع هذه القواعد وهذه المبادئ، فقال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسالة الثالثة التي نستشفها ونستنبطها من أزمة كورونا هي أهمية النفس الإنسانية، احترام الإسلام للنفس الإنسانية. ذلك أنه من مقاصد الشريعة الكبرى الحفاظ على النفس. أليس الله تعالى القائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ أي نظام هذا؟ أي شريعة هذه؟ حتى العبادة، حتى المساجد، حتى الكعبة، إذا كان هنالك ثمة ضرر أو أذى بالناس فإن سلامة الناس تقدم على ذلك جميعا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الذي يرويه عنه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كما في سنن أبي داود، قال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة ويقول: ما أطيبك
وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده صلى الله وسلم وبارك عليه، لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك دمه وماله. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. هذا الحديث فيه تسلية لنا جميعا، فيه مؤانسة لنا جميعا، كلنا تألم على عدم إقامة الجمعة والجماعة، كلنا تألم وتأثر، وبعضنا والبعض كثير قد بكى على فراق المساجد، ولكن هذا الحديث يؤانسنا جميعا، هذا الحديث يقول لنا جميعا أن يا مسلمون، يا مؤمنون، يا من تعلقت قلوبهم بالمساجد، يا من تعلقت قلوبهم بالجمعة والجماعة، لا تحزنوا، إنكم بطاعة لله باعتكافكم في بيوتكم. لماذا؟ لأن أنفسكم غالية عند الله، ليست أنفسكم برخيصة عند الله، أنفسكم ليست أعظم من الجمعة والجماعة والمساجد فحسب، وإنما أنفسكم أعظم عند الله من البيت الحرام، من الكعبة المشرفة، أفضل المساجد وأطهر البقاع وأشرف البقاع، أنفسكم أعظم عند الله تعالى. هذه رسائل جلية واضحة نقرأها من أزمة كورونا. ومن هنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ونحن نتحدث عن حرمة النفس الإنسانية، وعن مكانة النفس الإنسانية، وعن احترام الإسلام للنفس الإنسانية، نقول يجب وجوبا حتميا على كل مصاب أو يشعر بأعراض الإصابة في أزمة كورونا بأن يتوجه فورا 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 بدون تأخر ولا تردد ولا حياء ولا خجل للفحص الطبي على الفور. نعم، لا تأخير في ذلك، ولا تردد في ذلك، ولا خجل في ذلك. نشعر صعوبة الأمر على أنفسكم، ولكن يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر والأذى العام. لا تخجل، لا تستحي، لا تتردد بأن تذهب فورا إلى إجراء الفحص الطبي، يخشى عليك أن تقع في الإثم والغش إن علمت أنك مصاب ولم تذهب، وليس ذلك بالإثم اليسير بل هو بالإثم الكبير. فكلنا يعلم ما حجم وما عظمة إلحاق الضرر والأذى بالآخرين. وإنه أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ونحن نعيش جميعا في رحم هذه الأزمة، وفي رحم هذا الضيق، وفي رحم هذه المعاناة الإنسانية، يجدر بنا أن نرفع تحية شكر واحترام وإجلال وإكبار لكل تاجر يسر على أهله، لكل تاجر رحم أهله، لكل تاجر وسع على أهله وأبناء شعبه، ولم يستغل ظروفهم، ولم يستغل أوضاعهم، ولم يضيق عليهم. نقول لهم جزاكم الله تعالى خيرا، ونسأل الله تعالى
أن يرحمكم بما رحمتم إخوانكم، وأن يغفر لكم، وأن يوسع عليكم بما وسعتم على إخوانكم. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يبشركم ويبشر كل من يرحم الناس، ويبشر كل من يرأف بالناس، ويبشر كل من يعطف بالناس، ويبشر كل من يشعر بالآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالوقت نفسه نقول لمن استغل حوائج إخوانه وضرورياتهم، لمن استغل حوائج وضروريات ومعاناة أهله وأبناء شعبه: إنك بذلك كنت أنانية، إنك بذلك نزعت منك الرحمة والشفقة والرحمة الإنسانية، ويخشى عليك أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. كما ونثني على ما أكدنا عليه في اللقاء والخطبة السابقة من شكر وإجلال واحترام للطاقم الطبي المهني، للممرضين والممرضات والأطباء والطبيبات الذين يقومون بدور أخلاقي وإنساني، ولكل من ساهم وبادر وشارك ولو بالدعاء في سبيل إنقاذ الأهل من هذه الأزمة التي نعيشها. ورسالة أخيرة أوجهها إلى السلطات المحلية، إلى رؤساء السلطات المحلية، ندعو لكم في هذه المعاناة بالتوفيق، وندعو لكم بأن يؤيدكم وأن يساندكم الله تعالى، وأن يوفقكم لأن تكونوا على قدر المسؤولية والعطاء والتضحية. ونحن نشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم وكواهلكم في هذه الأيام، لكن نريد أن نؤكد وأن نوصي وأن ننصح أن يكون هنالك مبادرات وقائية قبل وقوع الحدث، أن يكون هنالك مبادرات طواقم جاهزة مجهزة لمن يحتاج إلى أجهزة، لمن لا سمح الله تعالى، قدر الله تعالى أن يتوفى بسبب أزمة الكورونا، لابد أن يكون هنالك طواقم، وأن يكون هنالك فريق مهني متخصص متأهل كما هو في المجتمعات اليهودية. لماذا المسلم لا يغسل ولا يكفن وغير المسلم يغسل ويكفن؟ لأن هنالك من يهتم بشؤونهم وتدابيرهم. لماذا نحن ننتظر حتى يقع الحدث ولا نستبق الأمور قبل وقوعها؟ فلذا يجب على كل مهني، على كل مسؤول، على كل من بيده وطاقته أن يقدم في هذا الأمر، أن لا يتأخر وأن لا يتردد. نعم، إننا نقول وفق الشريعة الإسلامية إذا تعذر التغسيل بسبب أنه يخشى أن يلحق الأذى والضرر بالمغسل، ولا يوجد بديل أو طريقة أو وسيلة أو آلية لتغسيل الميت وفق تقرير الأطباء المختصين الثقات، عند ذلك نقول لا يجب التغسيل. ولكن حقيقة هنالك إمكانية للتغسيل، والدليل على ذلك أنه في الديانة والمجتمع اليهودي الذي يموت بسبب الكورونا وقد مات عدد كبير، هنالك طواقم وهنالك فريق متخصص بتغسيله. لماذا نحن نقف مكتوفي الأيدي؟
لماذا لا نبادر ولا نجتهد ولا نحاول؟ حاولوا، بادروا، اجتهدوا، قدموا ما في وسعكم، بعد ذلك تعالوا وقولوا نحن يا أهل العلم الشرعي بذلنا كل ما في وسعنا، بذلنا كل ما في طاقتنا من متخصصين ومن أطباء، حاولنا واجتهدنا، والله تعالى يعلم أننا لم نأل جهدا فسدت الأبواب كلها أمامنا. عند ذلك نقول هنالك رخصة شرعية وفقهية. أما أن نعطي رخصة شرعية وفقهية قبل المحاولة وقبل الاجتهاد، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز إعطاء الرخصة قبل الاجتهاد والمحاولة. أنتم حتى الآن لم تطرقوا الأبواب اللازمة والعناوين المختصة، لماذا غيرنا استطاع أن يحقق ذلك ونحن حتى الآن لا يوجد أدنى مبادرة؟ وبالوقت نفسه أقول للأطباء والطبيبات وللممرضين والممرضات وكل مهني وكل مختص أنه اطلعوا على تعليمات وزارة الصحة للتغسيل. وزارة الصحة لم تمنع التغسيل، اشترطت شروطا للتغسيل، وأنتم أولى الناس وأدرى الناس وأعلم الناس بهذه الشروط ومدى إمكانية تطبيقها. فبادروا أيها الأطباء، أيها الممرضون الممرضات، كل من في قدرته أن يقوم على تحقيق هذه الشروط، وقوموا بمبادرات قبل وقوع الحدث، وقائية استباقية قبل أن نبحث فلا نجد. ثم وبالوقت نفسه وقبل الختام، لا يسعنا إلا أن نذكر أنفسنا بالتوبة إلى الله والعودة إلى الله وتجديد العهد مع الله تعالى. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ونحن نرى مساجدنا قد فرغت من المصلين، ولا نجاة من ذلك إلا بالعودة الحقيقية إلى الله تعالى. نحن نأمر ونحث بالأخذ بالأسباب، ولكن بالوقت نفسه لابد أن نقرع باب رب الأرباب وباب مسبب الأسباب الذي بيده الأمور، كل الأمور، العالم كله رفع يديه وقال لا طاقة لنا، لا قدرة لنا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله. فتوبوا إلى الله وعودوا إلى الله وجددوا العهد مع الله وعقدوا وثيقة صلح جديدة مع الله. نتألم على حال المساجد، اجعلوا من بيوتكم مساجد، اجعلوا من بيوتكم دورا لتحفيظ القرآن وتعليم القرآن وذكر الله تعالى. ألا فلنعد إلى الله ولنجدد العهد مع الله ولنترافع عن خصوماتنا وظلم بعضنا لبعض. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله. عباد الله، اليوم يوم جمعة، وأوصيكم ونفسي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة لها خصوصية كما جاء في الأحاديث الصحيحة: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، عسى الله تعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. فالصلاة والسلام على رسول الله تفريج للكروب، تنفيس للهموم، قضاء للحوائج، شفاء للأسقام، دفع للبلاء، دفع للوباء. هذا هو أمر يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا
تبخلوا على أنفسكم ولا تبخلوا على أهلكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ثم إنه نوصي أهلنا الذين استمعوا إلى الخطبة بأن يؤدوا صلاتهم ظهرا لوحدهم. بلغني في الأسبوع الماضي أن البعض قد اقتدى وراءنا، وأنا أصلي الجمعة اقتدى خلف التلفاز في صلاة الجمعة، وهذا لا يصح، ومن فعل ذلك عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها، يعيدها ظهرا، وأجره وثوابه وقع الله تعالى. لذا لا يجوز الاقتداء بالإمام وهو يصلي بالتلفاز. صلوا الظهر لوحدكم جماعة، صل يا زوج مع زوجتك، مع أبنائك، مع بناتك، الجماعة تصح ولو باثنين، ولكم الأجر كاملا. وصلوا ظهرا أي 4 ركعات، ثم إني داع فأمنوا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وكما هو أهل لذلك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا، ربنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا، ربنا لا تؤاخذنا بضعفنا، ربنا ادفع عنا ما نحن فيه، إننا ضعفاء فارحمنا. اللهم طرقنا بابك فلا تردنا مخذولين، اللهم طرقنا بابك فلا تردنا مطرودين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها، اللهم إنا نتوسل إليك بصفاتك العليا كلها، اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبحبنا لنبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، ونتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، نتوسل إليك بسر أعمالنا التي أنت أعلم بها منا، أن ترحمنا. اللهم ارحم شيوخ الركعة، وأطفال الرضعة، وبهائم الرتعة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك اللطيف، ونسألك باسمك الحنان المنان، ونسألك باسمك الحي القيوم، ونسألك باسمك الرحمن الرحيم، ونسألك باسمك العفو الغفور، ونسألك باسمك الحي القيوم. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارحمنا وادفع عنا البلاء والطف بنا. اللهم الطف بنا فيما جرت فيه المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم تب علينا توبة صادقة. اللهم اعترفنا بذنوبنا يا ربنا، اعترفنا بتقصيرنا يا ربنا، اعترفنا بظلمنا لأنفسنا، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت سميت نفسك العفو الرحيم الكريم الرؤوف الرحمن الرحيم الحنان المنان. يا الله يا الله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.